اهلا بيكم يا جماعه. الهواوي ميد 10 هينزل بالتحديد في شهر اكتوبر يوم 16 سنه 2017. هيكون احد اقوى الاجهزه اللي هتنزل السنه دي، ومن الاجهزه اللي شخصيا مستنيها جدا بسبب تحمس الشركه ليه، وان هي صرحت ان هي شايفاها هيكون افضل من الايفون 8 وسامسونج جالاكسي نوت 8. ايه سر ان هي شايفاها هيكون متقدم قوي كده؟ ده كل الحاجات اللي احنا نعرفها عن الميد 10 وتوقعاتي ليه. مبدئيا احنا بقينا دلوقتي عارفين شكل الجهاز بسبب فيديو اتسرب للريندر بتاعه. الجهاز غالبا هتكون الشاشه بتاعته 5.9 انش، ومن الصوره او من الفيديو اللي اتسرب هيكون معمول ظهره من الازاز، وده معناها ان هو هيدعم الوايرلس تشارجنج اخيرا. من قدام عندك الفينجر برينت سنسور، ودي حاجه غريبه من هواوي لان كله دلوقتي ابتدى يخلي الفينجر برينت سنسور يا اما في زرار الباور يا اما في زرار الباك، بحيث ان هو يخلي السكرين تو بادي ريشو اعلى، لكن هواوي قررت ان هي هتعمل كده في النسخه البرو من الميد 10. اما النسخه العاديه هتخلي الفينجر برينت سنسور قدام كالمعتاد، وهو مش كالمعتاد قوي لان هواوي اصلا كانت دايما بتخلي البصمه بتاعتها ورا، ولكن من سنه 2017 وهي دلوقتي بقت تحول البصمه بتاعتها من ورا لقدام في الاجهزه الفلاجشيب بتاعتها. الفيديو برده موضح ان احنا لسه هنفضل محتفظين بمدخل 3.5 ملم جاك بتاع السماعات، مش زي شركات ثانيه تشيله بحجه حاجات تافهه جدا الحقيقه. الكاميرا اكيد كالمعتاد هتكون من لايكا، والبطاريه دايما هتكون مهوله في الفيت الميت، فانا متوقع شخصيا تكون حوالي 4000 ملي امبير. الحاجه الجديده واللي كنت مستني اتكلم عنها جدا هي الكيرن 970، واللي تم الاعلان عنه بالفعل. الكيرن 970 هو الاس او سي او سيستم اون شيب، او اللي احنا بنقول عليه باللغه الدارجه المعالج او البروسيسور بتاع الهواوي ميد 10. هيكون شغال 10 نانومتر، ودي حاجه دلوقتي بقينا نشوفها من اكتر من اس او سي، لكن الحاجه اللي مخلياني متحمس جدا ان اجرب الاس او سي ديت هي الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الصناعي اللي الشركه بتزعم ان هي قوته جامد جدا في الجهاز دوت. الجهاز بيجي بام بي يو خاصه بيه، وديت زي المركز العصبي بتاع الجهاز المسؤول عن ان هو يخلي العمليات اسرع بكتير من الاول، وبتوفر في البطاريه احسن حتى. للاسف هواوي ما وضحتش قوي الام بي يو ممكن انا اخد بالي منه ازاي، يعني كيوزر عادي ايه اللي هيخليني احس بفرق ان الاس او سي ديت شغاله ان بي يو ولا ما فيهاش ام بي يو. ولكن بما ان الام بي يو اللي هو بيبقى متخصص في جزء الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الصناعي، فكرني على طول طبعا بجهاز الهواوي اونر ماجيك اللي نزل بره مصر، ولكن ما نزلش في مصر للاسف وما نزلش في دول كتيره جدا. الجهاز دوت فكرته ان هو ما كانش مجرد سمارت فون، هو فعلا كان سمارت بشكل مبالغ فيه. الجهاز بيكون عارف انت مين وبتستعمله امتى، فبحيث ان انت مثلا لما تكون تمسك جهازك ما يظهرلكش نوتيفيكيشن غير لو انت اللي ماسك جهازك مش اي حد تاني. لو انت متعود انك كل يوم الصبح بتفتح ابلكيشن معين، هتلاقي ان الشورت كات دي بدات تظهر لك على اللوك سكرين اكتر. الجهاز واحده بواحده بيبتدي يتعرف على احتياجاتك انت، وبيبتدي اقلم نفسه عليك اكتر واكتر. فانا شخصيا متوقع هواوي تركز في النقطه ديت جامد جدا. فموضوع النيورال بروسيسنج يونت او الام بي يو اللي موجود في الكيرن 970 مع السوفت وير الذكي اللي بيبتدي يستغل الام بي يو ديت كويس جدا، متوقع ان هو هيسهل استعمال اليوزر للجهاز دوت اكتر واكتر كل يوم. وجود ام بي يو هيضمن لك بيرفورمانس اعلى 25 مره اكتر، وافشنسي اعلى 50 مره اكتر. شخصيا متوقع الهواوي ميد 10 هيكون فعلا احد احسن الاجهزه اللي هتنزل في 2017، واحد احسن الاجهزه اللي هتكمل معانا في سنه 2018 بشكل منافس جدا. ما تنسوش تشاركوني برأيكم انتوا، وقولوا لي مين متحمس للجهاز ومستني يشوفه فعلا، وهل انت متوقع ان الجهاز يقدر ينافس الايفون 8 والنوت 8 ويتفوق عليهم كمان ولا لا؟ دي كانت بعض توقعاتي على جهاز الهواوي ميد 10. ما تنساش تعمل لايك لصفحتي على الفيسبوك، سبسكرايب لقناه اليوتيوب، وتسال اي حاجه انت عايزها في الكومنتس. كان معاكم احمد كمال من AK ريفيو، استنيني في الفيديو الجاي. Please welcome you to join us in Munich on October 16th. Let's see how this Q970 is working on Huawei Mate 10 series smartphone. Thank you.